موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودان رمضان يوم الثلاثاء الماضي على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة خصصت للنظر في ملف المنظومة الدوائية، وقد نظرت الجلسة في عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الدوائية وتعزيز حوكمتها وبتأمين التزود بالأدوية وضمان الأمن الدوائي والنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلية عبر التشجيع على الاستثمار في التصنيع الدوائي على المستوى المحلي والبحث عن شراكات على المستوى الدولي بما يمكن من تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ودفع التصدير. ونوهت رئيسة الحكومة إلى أهمية حوكمة المنظومة الدوائية من خلال العمل على تركيز الوكالة الوطنية للدواء لتسريع الحصول على رخص التسويق، كما دعت إلى مراجعة الإطار التشريعي في مجال تحديد مستوى المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأدوية وتوفرها عن طريق الصناعة المحلية أو التوريد. ودعت رئيسة الحكومة في ختام الجلسة كل الأطراف المتدخلة إلى ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لمنظومة الأدوية وعقد اجتماع ثان في غضون شهر من الآن. تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية كامل نهار اليوم إضرابا عاما دعت إليه النقابة الخصوصية لسكك الحديدية التابعة لاتحاد الشغل على إثر عدم عقد جلسة صلحية مع الطرف الإداري إثر تغيب رئيس مدير عام الشركة وممثل عن الحكومة. وقد توقفت حركة سير القطارات على كامل الخطوط اليوم الخميس. ووفق ما جاء في برقية الإضراب الصادرة عن النقابة فإن الأعوان يطالبون بجملة من المطالب أهمها الإسراع بتفعيل القانون الأساسي وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية والترفيع في قيمة وصولات الأكل، إضافة إلى تسوية وضعية الأعوان الذين قضوا 25 عاما فما فوق في نفس الصنف. في أخبارنا الدولية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أن واشنطن ستبيع لتايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-16. وصدر هذا الأعلان وسط توتر شديد بين واشنطن وبكين، لا سيما حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها متوعدة بضمها إلى البر الصيني ولو بالقوة. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فام. لكم أجمل تحية، سام حمدي، في أمان الله.